اصفيان. واش اصفيان؟ راه عندي الطفل راه محيرني، جاب ديبلوم تخرج وراه قاعد مخلوق لا خدمه لا والو، ولا غا حرك فين ندير خديمه ولا اي نحوس على خديمه. قلنا لك كيفان دخلوا ندخلوا مش حلو عندي انا. اها هات هات شوف كيف دخلوا. الله يستر. ما نسالكش خيرك. انا نعرف واحد نفس مؤمنه. ايه نفس مؤمنه بصح شوف لازم القهويوه. اخو عيط له في التليفون، عندك نيميرو عيط له تجيش تقهوى معنا ستي، وراه المشكل مرحبا بيه اسي. يا ومش القهوه هذه؟ مي الفايده زوز اسي كاين الخير الجاي يا الى مي الفايده كازوز لا يديك لا يجيك. غدوها واش اني مال؟ حوس على الحصحصي. حصحصي دراهم. اي نفس مؤمنة اسمع، نفس مؤمنة ويخاف ربي ويحوس على الزواب. لا ما برقناش. بدا نعطيه انا دوك باه يتغدى ولا باه يتقهوى ولا كيفاه ما فهمتش. 20 مليون. اه بصح اسمع. ايه ابنك ياخذها كما يقولوا يدخل يخدم. ايه هكذا. ايه كما يقولوا الصرفيات هذوك راح يفرضهم. ايه شويه منا وشويه منا وشويه منا. انا اسمع انا راه ما عندي حتى علاقه. ايه انا راني كما يقولوا وسيط خير ورد. ايه هذا هو نفس مؤمنة. نفس مؤمنة. ايه لا الله يبارك فيه نفس مؤمنة هذا باين مخلوق. بصح قول لي سفيان قول لي رشوه ديرك انت داخل لي فيها. يا هديه واش ني رشوه انت يا ولدي؟ الهديه ولا الكادو ولا القهوه ولا المصيريفه كتكب في الرشوه سيدي. ما تسميهاش رشوه، سميها حشوه مالا. اي سبحان الله العظيم. انا نقول لك كلمه، انا بني باهي يخدم بالرشوه. يبدا مستقبله بالحرام، يريح في الدار خير يروح يبيع الكسبر. باهي يخدم بالحرام، وساعة من بعد يبني داره بالحرام ويكملها كل حرام حياته. لا يعني يا اخويا. الله يسهل. اخويا نقول لك كلمه، اللي قاري هذه بحفظها السلوقي.